حضرتك شاركت من أيام في الملتقى الثقافي العلمي الأول لمركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، اتكلمت في الندوة دي عن الدجل، هاجمت الخرافات المتعلقة بعلوم الفلك. هو ليه في خلط دايما بين الفلك اللي حضرتك دلوقتي بتكلمنا عنه وبين موضوع الأبراج والعرافين وقراءة الطالع؟ خلينا نقول يعني حقيقة موجودة، الأبراج اللي موجودة والتشكيلات النجمية والمجموعات النجمية دي موجودة حقيقة علمية فلكية. يعني عندي مجموعات الجبار، السرطان، الحاجات دي كلها موجودة، لأن دي الأبراج دي موجودة، موجودة ك ك ك الحوت والدلو والحمل والسرطان لكن وكله. اللي احنا دايما يعني بننهى عنه، لأنه أنا شخصيا يعني مش شايف له أي أساس من العلوم، إن أنا أقول مواليد برج كذا حظهم كذا والحظك اليوم والكلام ده، ده سبوبة ممكن حظك اليوم يبقى سبوبة، ولكن بس قبل ما أسأل فعلا سبوبة ولا لا، إنه هل حركة الكواكب في الدنيا في العالم اللي احنا عايشين فيه بتأثر على نفسياتنا؟ المد والجزر والقمر، والقمر لو كان مكتمل ولا هو بدر يعني، ولا هو يعني ما ثبتش بالدليل القاطع علميا ان في علاقه مباشره، لكن يعني نفسيا بقى في ايحاءات وفي حاجات كتيره. يعني واحد يدخل الاستوديو زي كده جميل فلقى ايه ده، له ايحاءات، كان ده حلو وده جنه، والعكس ممكن يحصل. فعلميا علميا لا، اصل في ناس كتير تقول لما القمر بيكون مكتمل ببقى انا عصبي. لا ما فيش الكلام دي ده. عملية طب يعني لما انا اتولد في 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 بلد معينه، يعني عند خط طول معين وخط عرض معين او دائره عرض معينه، وفي ساعه معينه وفي يوم معين وفي شهر معين، ده بيأثر عليا؟ ده ممكن علي؟ بقى يعني نسأل فيها الناس بتوع علم النفس، لكن فلكيا فلكيا برضو انا لا. شايف ان ملهاش اي اساس من الصحه. يمكن اللي ادى فرصه لقصه الابراج واستخدامها بقى كدجل، يمكن قديما بعض السياسيين اللي بدأوا يلجؤوا للعرافين، ده سياسيين كبار يعني في البلاط السياسي في كثير من الدول المهمة، كنوع من كان كسب هناك شعبيات وتأثير على رأي عام لكن طبعا، أو أنه تغطية على آراء سياسية بشكل ما، لكن إطلاقا ملوش علاقة بعلم الفلك. طب احيانا تنبؤاتهم بتصدق؟ يعني بنيجي مثلا في الايام الاخيره في شهر 12 قبل السنه الجديده، كذب اكيد المنجمون ولو صدفوا. صدفوا. بالظبط، ولو صدقوا كمان احيانا، ولو صدفوا ولو عمرهم ما صدفوا. صدقوا. طيب بنشوف ده واقع، بنشوفه الايام الاخيره في شهر 12 بتبدا البرامج كلها على مستوى العالم، مش في مصر، مش في العالم العربي، على مستوى العالم العالم. طبعا بيكون في بيتم استضافه توقعات وتنبؤات، وفي توقعات لبعض الـ مش عارفه اقول عليهم بقى ايه، متنبئين ولا مش يعني بصرف النظر اسمهم ده ايه، بيزنس، ده بيزنس يا فندم، ويتصرف فيه بس اموال بيحصل ايه طائله. بقى؟ بنشوف بقى الفيديوهات انه السنه اللي فاتت طلعت الست مثلا او الراجل قال انه مثلا السياسي الفلاني هيحصل له مثلا محاوله اغتيال، البلد الفلانيه فيها حاجه مش طبيعيه هتحصل، ونلاقي بقى نحط الفيديو بتاع السنه اللي فاتت وتطلع الست او الراجل يعني ونلاقي الكلام صح، وبتحصل وبتحصل خليني كتير اقول لحضرتك علميا شفناها ويمكن من منظور الفلك الكلام ده مش صحيح تماما. عقائديا وكل الـ الاديان السماويه ضد الكلام ده تماما، واحنا عندنا في القران واشهر القصص قصه سيدنا سليمان لما كان مسخر الجن، وفضلت الجن والايه صريحه، فضلت الجن في الصخره لحد ما سيدنا سليمان السوسة دودت الأرض أكلت العصاية بتاعته اللي متكئ عليها ووقع في الأرض. قالوا يعني لو كنا نعلم الغيب ما لبثوا في العذاب ده الفترة الكبيرة. فده أبسط دليل قرآني إن ما فيش حد يعلم الغيب. بس أنا برضو شوية في موضوع الأبراج لسه يعني مستغربة شوية، لأنه من خلال حتى ملاحظاتنا نلاقي مثلا مواليد برج معين بوجه عام فعلا فيهم، مش هقول الحظ والتنبؤ هيحصل لهم إيه، بس فيهم صفات كتير مشتركة. يعني أحيانا تشوف واحد تقول ده برج عقرب على طول ويطلع عشان صفات معينة، ده برج كذا، ده برج كذا. ف يعني دي أنا شخصيا ملاحظات. ما درستش القصة دي
ومشهد لنفسي يعني فرصه للتعمق فيها ضدها تماما. ضدها تماما تماما يعني ضدها مع العلم ان الابراج دي كتشكيلات ومجموعات موجوده نجميه وفلكيا موجوده. طب موجوده ليه يعني؟ يعني ليه قلنا ان ده مثلا برج الحمل او المجموعه دي برج السرطان او المجموعه دي برج الثور؟ اشكالها في السماء واخده الشكل ده فاطلق عليها هذا التصور. لكن علاقتها بقى بتوقع او حظ اليوم يعني النهارده بتلاقي شخصين ميلاد نفس اليوم نفس البرج، واحد حظه يمين والتاني حظه شمال. ربنا يبعدنا عن الحظ الشمال. يمين كله ان شاء الله. خليها كله يمين. طيب خليني اسيب بقى موضوع الابراج ما دام حضرتك يعني بتنفي تماما وبشده. كل علماء الفلك لا يقروا بذلك، وايضا علماء الدين ايا كان الاديان السماويه الثلاثه يعني. حتى الاديان اللي هي زي يعني انا بتكلم على الاديان السماويه الثلاثه الاسلام والمسيحيه واليهودية كلهم نفوا تماما تماما. وفي تعاليم واضحة ونصوص واضحة في كل الكتب دي ان ده ملوش اساس من الصح. عشان كده الملتقى اللي تم لنظام مركز الازهر العالمي اللي انا بشرف ان انا عضو مجلس ادارته يعني جمع ما بين العلوم والعلوم العلمية كعلم فلك والعلوم الشرعية، وكان الأزهر موجود والكنيسة موجودة وقالوا الآراء بوضوح، وكان في نقاشات على مدار اليوم تفند المزاعم الخاصة باستخدام الأبراج والتنبؤ والحظ والكلام ده. طيب خلاص هقفل الملف ده، هقفل الشابتر ده، دي هبدة كمان يعني بعض الناس ممكن تختلف مع حضرتك، خد بالك يعني تقول لا انها دي بقى ممكن تكون فيها بعض. انا ما بحجرش على رأي حد، هم حرين. انا طيب. باكد ان ده بعيد عن علوم الفلك.